يعني للكرة العراقية. فالإنجازات اللي تحققت بصراحة يعني حتى بطولات غرب آسيا اللي كنا نشارك بها مو مثل غرب آسيا هسه، كنا نشارك بطولات غرب آسيا كأنما نلعب أمم آسيا مصغرة. حصلنا على غرب آسيا، حصلنا على رابع بأثنا، حصلنا على أمم آسيا بال 2007. يعني أنا بصراحة ما كنت موجود، لكن أنا كنت بالتصفيات، كل التصفيات وياهم، بس بالنهايات غبت عن البطولة. ظلمت على فعلا يعني فعلا أكيد يعني هسه احنا هذا إن شاء الله ما نعود له. نعم. ما نتكلم به، بس الظلم هو بصراحة كان موجود. فنقول إنه هذا الجيل بقدر ما تريد تقول عليه محظوظ، لكن يجب أن توقف عند نقطة يعني مهمة جدا. إن أنا أعتقد إن جيل 2007 أو جيل 2000 اللي تأسس بال 2000، أنا برأيي الشخصي كرياضي عاشرت وشفت كل المنتخبات العراقية، ما أعتقد من خلقة كرة القدم بالعراق لحد الآن أجا جيل مثله متكامل. فخلي لحد يزعل عليه، لكن هذا الجيل متكامل ليش؟ أجوا لاعبين للعراق، أجوا لاعبين للعراق بالثمانينات وبالسبعينات وبالتسعينات، لكن كجيل متكامل مثل الجيل اللي أجا حقق بطولة 2007 أنا أعتقد ما أجا، لأن إحنا الاحتياط مالنا نعتبره أساسي بأي جيل من الأجيال. اللي لعبت نشأة الشاطر كابتن عماد هذا الرأي؟ أكيد يعني أكيد.